بغيت غير نسولكم، واش سحر التفريق فعلا كاين؟ واش بامكان المشعوذين انهم يخربوا عائله على قده بشي خبط شيطاني؟ اذا بصح بغيت غير نعرف صراحه كيفاش هما كتعطيهم خاطرهم انهم ياذوا البشر ومن بعد يقدروا ينعسوا مرتاحين لمده سنوات بحال ما عندهم حتى شي دم وما خصهم حتى شي خير. واش ما تفكرش هاد الناس بلي انه الدنيا محدوده وبلي انه الحساب كيتسنانا واحد النهار بقاو معايا الليله، لانه فيها غادي نعرفوا تفاصيل هاد الحكايه المؤلمه. سلام سلام، شحال هذه ما غبرت عليكم بحال هاد الايام صراحه، اللي كانت لاسباب ان شاء الله نقدر نتقاسمها معكم وغادي تعذروني من بعد. المهم عدنا والعود احمد، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه احوالكم طيبه. لقيت البارح واحد الميساج شو هالسيده كتقول لي باتني لها شي حاجه في الفيديو الماضي دايزه من موراك، شي خيال شضل وتخلعته. هذيك راه غير بنتي، انا باش كنصور ديما كتبدا كتسرى من مورايا، وانا كنصور معاكم كنبقى جلسي حيدي خرجي سيري، فما تخلعوش كلشي بخير الحمد لله والدار هانيه مهنيه ما كاين لا خيال ولا والو. كم سي سلام 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 يا سلام ولا اي لايك يو سو ماتش انت يو لايك مي نو اي لايك ماي فريند هو از يور فريندز ماي فريندز زوينه بزاف نتوما زوينين بزاف يلا سي باي كو 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 كو. اذا كنتي جاي على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده راه دارك، جيتي في القناه المناسبه للروح ديالك ولعقلك. ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت ما تكلفكم حتى شي مجهود، ولكن تيدير معايا فرق كبير كنقولها وكنتحمل مسؤوليتها، وانكم تفعلوا جرس القناه باش انكم دائما توصلوا باي جديد كنحطو. فخلينا نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا الياقوت، غادي نبدا لكم القصه ديالي من نهار تزاديت وعقلت على راسي وانا عندي 4 سنين. الاب ديالي كانت عنده شركه اللي بها كان تطلع الناس من المغرب لاوروبا، وكانت الحركه وكانت ما شاء الله فلوس دايره. غادي تجي الفكره باش انه يجيبنا حتى حنا معاه انا وامي وخوتي. الاصل ديال با هو واحد الانسان اللي معصب ومريض بالسكر، وكان يخلق مشاكل بزاف مع الام ديالي. اما الام ديالي هي انسانه اللي بنت باب الله ودرويشه وغير تابعه وساكته. انا عن نفسي ما بين خوتي عشت واحد الطفوله اللي فيها صداع وخايبه وسط المشاكل، والاب ديالي اللي كان كيضرب الام ديالي، والتلفازه ما كانش خصنا اننا نشوفوها. وانا تنكبر كنت مرت بالمس وانا ما عارفاش، حتى صدفه غادي نعرفها من بعد. المهم عقلتهم على هذه النقطه حيت غادي نرجع ليها من بعد. كنت كنعيش وسط الدوامه ديال كيفاش نقد الام ديالي من الاب ديالي، هو كيتعدى عليها كيعاملها خايب، الماكله اللي كنا كنحطوها وكنجلسوا عليها كان هو خاصو ضروري انه يغوت، علما انه الحمد لله عمرنا ما كانت ناقصنا شي حاجه، كان الخير موجود. كنت نقول يا ربي راني ما عنديش سوق انني نكون فقيره، راني باغا غير لهنا ونعيش وسط هاد الاسره مهدنه، لانه الام ديالي عاش معذبه بزاف مع الاب وهذا الشيء ما كانش بخاطرو. علاش؟ لانه عشنا السحر بزاف. شكون وعلاش؟ غادي نخلي لكم جواب في اخر الحكايه، لانه الحقيقه ما غادي نعرفها حتى غادي نكبر انا وخوتي. المهم غادي نكبر واحد شي شويه، درت ديك 10 سنين 11 سنه وغادي نهبط كونجي للمغرب، مشينا للبلاد ديالنا. غادي نمشي نجلس مع راسي في واحد جهه خاويه، جيت الكوري وسهيت. انا ذاك كان ولد عمي قدامي في الكوري عزكم الله تيغسل واحد البقره، هو بغى يلعب معايا غادي يهز داك التيو ديال الماء وطلقوا عليا. انا في ديك اللحظه غادي نتفزع، في هاد اللحظه بالضبط حسيت بشي حاجه طلعت مع الجسد ديالي. من ديك الوقت اولا من داك النهار بالضبط ما بقيتش قاده نعس بالليل، وكيجوني افكار ديال الانتحار، اولا كنسمع في ودني بلي انه كنت كنبدا كنبكي بالليل وما عرفاش شنو هادشي تيوقع ليا اولا تيوقع معايا. انا ذاك فاش كنت كنشوف الام ديالي كتعاني مع الاب ديالي ما قدرتش نشكي ليهم ونقول لهم بشنو تنحس ولا شنو بيا، كانوا كيدوني عند طبيب حيتاش كانوا كيشوفوني بلي انني فاشله عيانه صفراء، وكانوا تيقولوا لهم راه فيها غير فقر الدم. ولكن فاش مشينا للمغرب كتخرج لهم واحد الماده في التحاليل ديالي ديما طالعه واللي ما كيعرفوش مناش السبب. بقيت وقت طويل وانا بحال هكا مريضه ساهيه سخفانه وما تنعش، علما انني انسانه ماشي من طبيعي انني نشكي وصباره. زدت كبرت واحد شويه وقريت الحمد لله، واخا كنت غارقه في الهم ديالي كيفاش ننقذ الام ديالي من الاب ديالي، وكنت باغا نقرا وباغا نوصل، ولكن الحمد لله ربي ما خيبنيش. وصلت لسن 15 سنه، هنا في هذه الوقيته بالضبط غادي نتعرف على واحد الشاب اللي عجبني وحتى انا عجبته، غادي نتعرفوا على بعضياتنا
وغادي نبداو كنخرجوا لمده 3 سنين. والديا كانوا ثيقين فيا وكانوا عارفين بلي انا انسان قرا مزيان. كنت كنمشي المكتبه باش نقرا وكندير شي اعذار باش انني نتلاقى مع داك الخليل ديالي او لا نقول بلي انني غادي نشوف صاحبتي مثلا. كنت كندير المستحيل باش انني نشوفه وكنهضروا بالليل غير بالتخبيه، واذا عيط ليا ما يقولش ليا الو هو الاول حتى نجاوب باش يتيقن بلي انه انا. كان كيعمر ليا لاكارت باش ندوي معاه وكنت مرتاحه، والحنان اللي ما لقيتوش في والديا هو اللي خلاني نطول مع هذا السيد. درت 19 18 سنه كنشوف صحاباتي بداو كيتزوجوا، هنا بديت حتى انا كنتمنى باش ان الله يكتبوا ليا ويكون من نصيبي ونتزوج به ونعيشوا بزوج ونكونوا شي اسره مع بعضياتنا. باش ما نكذبش عليكم، كان اول حب في حياتي. صبرت، شديت الباك ديالي وساليت قرايتي وبديت في الخدمه. هنا غادي توقع واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف. في هذا الوقت بديت كنفكر كيفاش انا نهرب من دارنا. للاسف ما قدرتش نكمل علاقتي مع الشاب اللي بغيت، حيت كيف قلت لكم كنت باغي نهرب من دارنا، باغي غير نتزوج. فشكون هذا السيد اللي غادي يجي وينقذني ويديني من دارنا، حيت ما كنتش حامله انني نعيش فيها لانه كانت كتجيني كحله. اول واحد غادي يجي يخطبني رسميا هو اعز صاحب داك الشاب اللي انا كنت نبغي. هو ما كانش على باله بلي انه كنت بعلاقه بصاحبه، هو اصلا ما بغاش يعرف الماضي ديالي وما بغانيش انا نشرح ليه. المهم هذا الشاب اللي جا باش انه يخطبني كان انسان اللي هو متقي الله، كيصلي، ما عندوش شي خدمه اللي هي مرموقه، ما عندوش طوموبيل، ما عندوش البيرمي. لكن انا ذاك داكشي المادي ما كانش هامني، كنت خدامه بصراحه هو مزيان، قلت نبنيو اسره مجموعين وهذا راه مكتب جديد. واخا كنت كنتمنى صراحه مع صاحبه، ولكن انا ما عندي ما ندير، راضيه بهذا الشيء اللي كاين دابا. غادي ندير انا ويا صلاه الاستخاره، دوزنا الخطوبه والعقد وغادي يبقى لنا العرس. في هذا الوقت غادي يوقع واحد المشكل اللي فيه غادي نطيح في الفراش، وغادي يعرفوا والديا من بعد سنوات باللي انه انا فيا المس. هذا المشكل هو انه فاش انا يلاه تخطبت كنت كندوز البيرمي ديالي من بعد ما تخرجت من بعد الباك، وكثروا عليا العينين والناس بداو كيهضروا بزاف. انا غادي نشرح لكم كيفاش. الام ديالي ما كانتش كتخبي الامور وتخليها مستوره. مسكينه اللي سولها عليا كانت كتقول ليه كل شيء بالتفاصيل، شحال كتخلص بنتك؟ كتخلص 2 مليون، كيفاش دايره مع البيرمي؟ والله الا غدا مزيان. كنت كنجمع باش انا ندبا الحج، كانت كتقولها لكل شيء. جمعت فيا العين واللغه، والوالدين ما كيستروا والو، خصوصا انه الام ديالي نية من باب الله ما كتعرف والو. اللي كانت عندها كانت تقولها، عند بالها بلي انه كل شيء يبغيها، وما كانتش عارفه بلي انه راه الغدر كاين. انا فاش راه تخطبت كانت جات عندنا بنت عمي اللي كانت حارقه من المغرب، وبا كان بغى يزوجها لواحد السيد من اوروبا باش انه دير الوريقات ديالها. فاش داها لتما ما عجبهاش الحال، بغات ترجع للدوله فين كاينه انا. الوقت اللي قطع ليها عمي في الكار باش انها تجي غادي يشدها الكونترول، وما لقاش عندها الوريقات وصيفطوها للمغرب. انا كنت شبت بهاد بنت عمي اللي كان فيها الضحك والنشاط ومعمر علينا وخلق الجو العائلي اللي كان مفقود عندنا وسط الدار. فاش سقط الخبر بلي انه جايه من الدوله الاخرى وشدوها البوليس، انا ما تقبلتش هذه الفكره، وبقيت نقول لهم لا انا عندي خلصه زوينه، انا نتكلف بها، انا ندير لها الوراق. وهنا فين بديت كنبكي وكنغوت حتى طحت وبديت كنتركل. وهذا الشيء غادي يوقع بالضبط قبل عرسي بشي شهور. غادي يجيبوا لي واحد الراقي اللي دوز معايا وقت اللي كان صعيب على النفسيه ديالي، لانه كنت كنطيح والاطراف ديالي كانوا كيتشللوا وعيني كانوا كيتقلبوا وكان بدا كنهلوس، وكنت كندوي بلغات اللي ما كنتش اصلا كنعرفهم. تما فين راجلي شاف شنو وقع ليا ووقف معايا. انا قلت الحمد لله، هذا امتحان اللي فيه عرفت بلي انه هذا هو الانسان اللي انا خصني نبغيه، حيت في الشده وقف معايا وبان ليا العربون. غادي نديروا العرس، وفي اول نهار لما غادي ندخلوا لدارنا اللي كنا اختارينا بزوج فرشناها، تما فين غادي تبدا الحكايه ديالي، وتما فين غادي تبدا حياتي، اولا تما فين غادي تقلب حياتي. الانسان اللي كان تيصلي وكيبين ليا الخيال وبلي انه زوج صالح وهربت من دارنا، لقيت راسي وسط حوايج واحد اخرين. من السيمانه الاولى بدا تيقلب عليا الطبله، لقيت انسان اللي هو ضعيف وما عندوش طموح في الحياه وما باغيش يعيش. جراو عليه من الخدمه لانه ما بغاش يخدم، وحيت ما كنتش عارفه او ما عنديش شي ثقافه ومعلومه بسيطه على العلاقه فغادي نحمل. الام ديالي ماشي من داك النوع اللي كانت تجلس وتشرح لينا راه العلاقه كيجي من مورا الوليدات اذا ما حميتيش راسك. كاع دوك التفاصيل انا ما عمرني ما عرفتهمش واخا كنت كبيره. الام ديالي كانت عايشه غير في العالم ديالها مع با والمشكل اللي ما بيناتهم،
احنا ولادهم بحال غير كنا زايدين. عني شخصيا كنا مبعدين، عمرني مشيت سلمت عليها ولا قلت لها مامتي الحبيبه ولا حتى هي قالتها ليا. للاسف ما عندناش داكشي، واخا تنشوف شي امهات فاش كيقربوا على اساس نتاع بناتهم كانوا كيفرحوا وكيجلسوا معاهم ويجمعوا مع بناتهم ويوصيهم، حنا ما كانش عندنا داكشي. من مورا ما تزوجنا ودخلنا للدار بداو المشاكل وخرجنا منها لانه هو جلس من الخدمه وانا في ديك الفتره جلست لانه ببساطه حملت. قلت الحمد لله ما عندي ما ندير، غادي نوضوا ننتقلوا حدا اختو حيتاش كانت عندها الطوموبيل، اما هو ما كان عنده لا بيرمي لا طوموبيل. انا بغيت الروح ديالو وما طمعت في حتى شي حاجه من عنده لانه اصلا ما كان عنده والو. كنت طامعه في الحب وحياه زوينه مع العلم انه ما همنيش الخير اللي خليت في دارنا. ومشيت لقيت انسان اللي غادي ندوز معاه الجوع. مشي ناس كنا مع اختو واحد المده، شويه قال لي اجي ندخلوا لواحد الدار نتاع لواحد السيده تما صديقه ديالو بعت ليه الساروت انا تبعته. الدار اللي في الاصل كانت ديال البنكه، ما كنخلصوا لا ما لا ضو لا كرا، كنفرعوا غير الباب وكندخلوا ليها. من نهار دخلت لديك الدار اللي غادي نجلس فيها سنوات عمرني ما رضيت بها، مرات وطاحت وكنغوت فيها، عمرني رضيت انني نسكن في الحرام. ديك الدار كانت مهجوره وما عندهاش هما ليها، هو ضميره كان مهنيه ولكن انا لا، لانه كانت ديال الحرام. ضميري مأنبني لاقصى درجه، تنقول يا ربي واش هاد المال اللي كنتوضى به حلال عليا، واش هاد الضو اللي كنضوي به حلال عليا، يا ربي دير لي فيها الخير. كنت دائما كندعي ما بغيتش نفرق راجلي، واخا جلس بلا خدمه واخا خلاني بالجوع واخا بزاف ديال التفاصيل اللي كانوا كثار. واحد الوقت اللي كنت حامله بالولدي الاول قبل ما نرحلوا لهاد الدار ومرضت مشيت عند الطبيب اللي شاف فيا العيا وبلي راني مكتئبه وجهي كنعطي الخبر انني ما عايشاش عيشه ليا مزيانه. غايقول الطبيب لراجلي خاصك تهلا فيها وعطى واحد الروسيتا نتاع الدواء اللي ما قدرتش نشريها لراسي ولا حتى هو انه يشريها ليا حيتاش ما كناش خدامين بزوج. بكيت وطلبت الله وديت ولدي الخير لهذا الروح اللي كاينه في كرشي، كيفاش غادي تعيش وحنا ما عندنا حتى شي درهم. كنت كنوض وكنصلي وكندعي الله، لكن فعلا كل واحد كيتزاد بالرزق ديالو. فاش ولدت ولدي ربي جاب ليه اي حاجه تمنيتها ليه. لوسي كان ما مخلينيش وكان كيمشي عند خوه اللي هو راجلي ويقول لي راه خاصك توقف فلان على رجليك، راه خاصك تدبر على راسك لانه دابا عندك عائله. هو كاع ما في هاد العالم حبس الصلاه من بعد عام الاول اصلا من زواجنا، واخا تمنيت انه فاش يوصل رمضان يقول لي يلا نصليو مع بعضياتنا نمشيو للجامع مجموعين، خصوصا وانه قلبي انا قريب من الله. واخا عشت في الغربه كنت باغي نتعلم اكثر ونغرق في ربي، لكن هو كان تبع الشهاوي ديال الدنيا وتبع الطريق اللي انا كنت ضدها. ولدت لولدي الاول وغادي نمشي لعند دارنا باش انهم يقابلوني ونفسوني، وهذا الشيء كامله من جوع وقهره وضرب وقله الهضره كنت كنصبر وما نقولهاش لدارنا ونقول اللهم هذا الشيء معاه ولا ديك جهنم، استغفرت الله العظيم اللي كنت عايشه وسط والديا. ولدت ولدي وبا هو اللي كان بغى يسميه، خليناه ودرنا اللي قسم الله وعرضنا على الناس. النهار ديال السابع الناس بداو كيجيو كيسولوا على راجلي باش انهم يباركوا ليه، لكن للاسف ما كاينش راجلي نهار السابع ديال ولده، فضل انه يخرج يمشي يلعب الكره وما يجيش يحضر. وانا كنت كندافع عليه قدام با، باقا نعقل شاد ولدي وجلس في البيت. دخل عليا با مسكين وقال لي فين هو فلان اللي خوتو جا وهو ما جاش والناس قاعدين كيسولوا فيه، ما نكذبش عليكم. انا بديت كنبكي وما لقيت ما نقول. قال لي با شتي نقول لك حاجه لياقوت، هذا اللي ما يحضرش الاسبوع ديال ولده راه ما فيهش الخير، وهذه الهضره فعلا غادي نوقف عليها من بعد 10 سنين، ما غاديش نحرق لكم المراحل وغادي نخليكم غادي معايا دقه بدقه. المهم بقيت مده طويله في دارنا، عاد جداني انا ولدي وما غاديش نطول حتى غادي نلقى راسي عاوتاني حامله للمره الثانيه بولدي الثاني. ما كنتش باغا وما كنتش عارفه واش غادي نكمل مع هذا السيد اصلا، واش غادي يخرج يخدم علينا، واش يا ربي انا ما قداش على اصلا المسؤوليه نتاع هذا الولد اللي عندي ونزيد واحد اخر وخاصني نخرج ونخدم على راسي. دوزت الحماله الثانيه اللي اكتئبت فيها بزاف وسط هادشي كله اللي تنعاود لكم، عمرني ما تخليت على صلاتي وكنت من ديما كندعي الله، ويمكن هاد النقطه هي اللي خلاتني بقى ليومنا هذا واقفه مازال على رجلي. ديما كنت كنتسائل السبب اللي خلى انه هاد السيد يتبدل عليا من النهار الاول، واش هاد الشخص حقد عليا لانه عرفني كنت مع صاحبه قبل منه، ولكن هو اصلا كان رافض انه يعرف الماضي ديالي لما كانش موسخ، كانت في علاقه اللي هي بريئه وكنت محافظه على الشرف ديالي. كنت ديما كندعي الله وكان عندي امل انه غيجي شي نهار اللي فيه غادي يتبدل هاد الانسان. المهم ولدت ولدي الثاني وهنا جمعت راسي وخرجت نخدم حتى الويكاند وبالليل، وكيتزير عليا صدري بحليب وكنت نجي نردع ولادي
اللي كانت الفرق ما بيناتهم غير عام. ما نقولش لكم على تمارة اللي دوست وهو ما كانش على باله. هو راه كيسهر والهواية ديالو انه يدوي مع البنات، واش يخرج معهم الله اعلم. المهم انا اللي فعلا شفت وكنت نقلب من موراه كنت كنلقى كلام اللي كيدار في الخاطر مع البنات، وصلت به الدرجة باش انه تيقول بلي انه صابر على مراتي وانا راه باغي نطلق. انا بغيت نردو راجل وشديته قيدته في البيرمي حتى شدو وديتو شريت ليه الطوموبيل، والحمد لله الحالة بدات كتحسن، بدا كيخدم. تنقول الحمد لله حال حسن من الحال، على الاقل نقابل وليداتي ما حدهم صغار ونجلس شي شويه نرتاح في الدار. ولكن ما يمكنش، كنت نخدم شويه ونحبس شويه. الخوصه اللي كنت كنشدها كنت نخبعها كامله وتنقول بلي انا خاصني نخرج من هاد الدار ونلقى شي حاجه اللي هي حلال، نشري دويره نستقر فيها انا وليداتي، حيت هذا هو كان الهدف ديالي. كنت خدامه بواحد الصالير اللي رائع وما كنتش كنديها في راسي نهائيا. الهم ديالي الوحيد هو شي قفيص، وانا مازال باقا في ديك الدار اللي كانت مفروعه كنت كنطلب الله انه يخرجني منها. ومع انا كنت ساكنه في السفلي، واحد النهار تخنقات لي الجعبه حاشاكم ديك ديال ديك الدار، والوسخ ديال العماره كاملها غادي تطرطق ليا في الدار عندي. ما تخيلوش كيفاش جمعت رحيلي وانا وسط البقايا عزكم الله ديال الجيران. كلشي مشى لحويجاتي ولحوايج ولادي. الحاجه الوحيده اللي درت شديت وليداتي لبستهم وهزيتهم ديتهم لدارنا. من بعد جيت وتحزمت لديك العفنه وقلت لراجلي سمح لي يا ولد الناس انا ما بقيتش غادي نرجع لهاد الدار. تخيلوا هو كان كيجي كيغطيني فو كيهز شنو باغي وكيمشي هربان للدار عند اختو، وكيخليني انا بوحدي وسط ديك التماره كنقي ونجمع رحيلي. قلت ماشي مشكل، المهم ربي استجب ليا وخرجت من ديك الدار. فهاد الوقيته الاب ديالي غادي توفى الله يرحمه، الله يغفر ليه والله يسمح ليه، حيت مهما بغى يكون الاب ديالي كان واحد السند وكان كيرد عليا بزاف ديال الحوايج وكان تيعاوني. غيموت الاب ديالي وانا غادي نسكن مع اميمتي وخوتي حتى هما. غادي تدور واحد الوقت وكريت دويره اللي غنمشي لها انا وراجلي ولادي، غنجلسوا فيها لمده عامين وغادي نخلص الكرا حتى جات الوقت نتاع الكورونا وغادي يجلس هو من جديد. انا بقيت مستمره في الخدمه وكنت كنقول راجلي هانيه راه ما بيني وما بينو العاد، ما نقدرش ندير شي حاجه اللي هي خايبه، واخا حصلت عليه شلا حوايج اللي كانوا خايبين، ولكن ديما كنت كنقول دايما يجي شي نهار ويتبدل. بقى كنعقل في حياه با الله يرحمه ديك الساعه كنت فاش كنعيا كنمشي لدارنا كنستراح، حتى لواحد النهار غادي نلقى راجلي مبدل عليا القفل. عيطت ليه فلان علاش بدلتي القفل، راني بغيت ندخل انا ولادي. جا دخلني وعطاني طرشه غادي نعيط ليه البوليس وداوه غادي بيتو في السيلول. مشيت عند با وقال لي بنتي الياقوت هادشي اللي درتي ماشي من الاصل ديالنا، اذا وقع شي مشكل عيطي عليا انا نفكوه ما بيناتنا، وعاهديني عمرك ما تعيط على البوليس، اذا كاينه شي حاجه نفكوها ما بيناتنا، انا ربا بغيت نتفرق منه راني ما بقيتش قد على هاد العيشه. ما كيعبرنيش، مطيح مني وسط عائلته، كيهني والقيمه ديالي زطم عليها. واحد الهضره مهمه كان قالها لي با الله يرحمه، شوفي يا بنتي راه اليتامى ماشي هما اللي تيموتوا ليهم الوالدين، ولكن اليتامى هما اللي مفارقين على والديهم في هاد الحياه. وعديني انك تصبري على وليداتك مهما كان. كان حاس مسكين بلي انه غادي يموت، حيت من مورا بشي ايام دامو الامانه امانته. انا بقيت على كلامي انه نصبر، ولكن للاسف راجلي غادي وكيتكفس وباغي غير الحياه كيلهث من موراها، ما عندوش شي فكره على الحياه بلي اننا خصنا نخدمو وندمرو ويقرب الصيف ونخرجو حتى حنا بحالنا بحال الناس كونجي، نسافرو نركزو على احلامنا واخا كاع لي يتحققو، ولكن معامن. اللي كيقتلني هو انه خلاص لما كيقطع عليا الهضره، هادشي هرس لي عقلي وخلاني انني نمشي عند طبيب نفسي باش نخوي داكشي اللي عندي. عييت ما نفكر واش المشكل فيا انا. واحد النهار جلست معاه باش نتناقشوا في الموضوع بكل الحب، وقلت ليه اذا الهدف ديالك انك تعصبني وتمرضني انا فلان ما بقيتش كنتعصب ولا تنمرض. بكل برود ناض وقال لي اسمعي يا ياقوت، انت مطلقه ثلاثه ديال المرات، وانا هاد المره تنقولها ليك بكل قواي العقليه وبدون اعصاب. هزيت حويجاتي ولادي وخرجت من الدار، صافي غير طلقني. الفلوس اللي كنت كنجمع سبحان الله العظيم هو طلقني نهار السبت. شي ناس غادي يعيطوا لي نهار اثنين باش انا نشري من عندهم واحد الدار ونديرها بسميتي، علما انه دوك الفلوس اللي كان هو حاط فيها شي بركه هو كان تيقول لي ديري الدار في سميتك باش ما نخلصوش في الضريبه بزاف، لانك انت قل من 32 سنه كسبت ليا وانا باغا لولادي اللي ما بغيتهمش يتكرفصوا ولا يضيعوا. دابا هو منين طلقني طلاق ثلاث انا رجعت للدار، هو جد حويجاتو
وقلت لعائلتي بلي انه راني حرميت عليه ومشيت دفعت للمحامي. هو كذلك بيناتنا زوج ديال الوليدات، الكبير فيهم عنده 12 سنه. ولادي ما باغينش هاد الفراق. انا عييت وقلت بركه من الالم والمعاناه، وتحققت فيه الجمله ديال با اللي كان تيقول لي بلي راه ما فيهش الخير. ورغم انه قلبي متشبت به وخا راني قاريه وبديبلومات ديولي وكنخدم على وليداتي، ولكن هو تيحاول باش انه يهبطني للارض بكلامه، حيتاش قاده ومقدوده، والعصا اللي عطاني والاهانه اللي كنت كنسمع كل مره، ولكن خاطري داخليا مازال مرتبط به. غادي يبداو يعيطوا عليا العائله ويرغبوا وتيقولوا لي اذا هو اللي قال ديك الهضره ديال الطلاق راه ما دايزاش ليه، حيتاش هو ماشي لخاطرو وانا ما عارفاش. ما عارفاش لانه غادي نوض نجي المغرب وغادي نجي عند واحد الراقي هنا، وقال لي بلي انه ابنتي عندك سحر انت وراجلك ديال التفراق. والله اعلم، انا كنحاول انني نرقي راسي لكن ما تنقدرش انني نستمر فيه، وحتى هو كنحس بيه بلي انه اي حاجه كيديرها ماشي لخاطرو. دابا غادي نجاوبكم على السحر، شنو هو السبب ومنين جا. منين غادي نمشي لواحد الراقي كاين عندنا هنا في اوروبا، غادي يعطيني واحد التريتمون انني نتبعو، وليت شويه مزيان عاود رجعت عنده، عطاني شي عشوب باش نشربهم مع شي بخور باش نبخر بهم، وندير الماء المرقي كامل في الدات ديالي، وتكون هذيك اخر حاجه ندير ومن بعد الناس. انا فاش كننعس غادي تبان لي واحد السيده اللي هي جارتنا اللي كترش السحور في الارض، وانا اللي كنتخطاهم. هاد الحلمه شفتها قبل الفجر وانا ناعسه على وضوء، فجات اختي من بلاصه واحده اخرى باش انها ترقي راسها، حتى هي عند نفس الراقي حيت هي عندها نفس المشكل. عاودت لها الحلمه قالت لي بلي انه منين قلتي لي هادشي حتى انا غادي نعاود لك واحد الحاجه اللي هي مهمه. هاد الجره اللي انت كتحلمي بها الياقوت هي براسها كانت بعلاقه مع با هادي سنين وسنين، وراجلها كان كيعيط لبا الله يرحمه خاني، حيتاش فعلا خالو، وهما كانوا في علاقه مع بعضياتهم. هي انسانه اللي هي سامه، كانت كتحقد على امي وما كانش تحملها، علما اننا تنقولوا عليها حبيبتنا وجارتنا. وقت ما درت الرقيه كنت كنحلم غير بوجهها، غير بها هي، يا اما كتهزني في ظهرها وتبقى تدور بيا وما عارفاش كيدير، يا اما كنحلمها في شي وضعيه اللي هي خايبه. الام ديالي فاش دويت معاها انا واختي بلي انا هاد السيده اللي هي سنين وجارتك وعند بالك بلي انا صاحبتك راه من مورا ظهرك كانت كتخونك مع راجلك، وبلي راه كتلعب لك على النفسيه ديالك، ما بغاتش تيق، لان ببساطه الام ديالي نيه وعاشت يتيمه وما كتعرف شنو المعنى ديال الغدر، عند بالها بلي انا كلشي مزيان وما كاينش الخايب في هاد الدنيا، ما بغاتش تيق. انا وسط هادشي كله كيبقاو فيا غير ولادي، حيت من بعد 6 سنين على الموت نتاع با كان وقف على الهضره ديالو بلي انا، وقال لي اليتامه ماشي هما اللي ماتوا اليوم الوالدين، ولكن اللي والديهم في الحياه وهما فارقين. ولدي الكبير تيلومني بزاف بلي بغى يمشي مع باه، وعلاش باه اصلا ما يبقاش معاه، وهادشي كله تيضر في الخاطر. انا حرت وعقلي عامر وتندعي ربي انه يدير لي فيها الخير في وسط هادشي كله. ما عرفش واش الهضره ديال الراجل ديالي ولا نقول عليه الطليق ديالي ما كانش لخاطرها ونطق لها، وعندنا الحق اننا نصلحوها، او لا خص داكشي اللي تقال انه يطبق. هادشي كله سبابه اللي دار لوالدينا غادي ينتقل لينا حنا ولادهم، حيت هام الراقي قال لي نفس الجمله. ماشي غير انا اللي تنعاني، حتى اختي ما كتنعش، وخويا كتجي حالته اللي هنا في اوروبا غادي يصنفوا بالبيبولير، وهو راه مس، وانا كذلك اللي مازال باقا تنعاني. الله يرحم لكم الوالدين. حكيت لكم هذه الحكايه باش اللي تعرف فيكم شي راقي متمكن بعيد على السحر والتعويذ يخلي لي شي تعليق، حيتاش محتاجينو كاملين، لانه انا مازال ما بريتش، او بالاحرى مازال ما بريناش. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه الياقوت يا ساده يا كرام. الحاجه الوحيده اللي غادي نقدر نقول ليها في هذا الامر ديال راجلك واش كان بعقله ولا ماشي بعقله فاش قال لك نتاع الطلاق ما نقدروش نعرفه، ولكن ضروري انك تستشري مع شي رجل في الدين، شي عالم في الدين اللي يقدر يعطيك الجواب على هذا السؤال. الحاجه الثانيه متابعي الكرام، اذا كنتو كتعرفوا شي راقي هو متمكن وفايت لكم شي حد في عائلتكم ولا نتوما مجربينه، خليو ليها لتحت اولا تواصلوا معايا نعطيه ليها لانها فعلا محتاجاه. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، وسلام سلام.